بسم الله الرحمن الرحيم. بيان المجلس الثوري العسكري في محافظة إدلب. إننا في المجلس الثوري العسكري بمحافظة إدلب نضم صوتنا إلى صوت زملائنا في المجلس العسكري بمحافظة حمص الجريحة والتي تتعرض لمجازر نظام الأسد، ونطالب هذا النظام المجرم بوقف العنف وسحب الجيش وإطلاق سراح المعتقلين والقيام بتسليم السلطة فورا، ونمهله مدة 48 ساعة بدءا من لحظة سريان مهلة زملائنا في المجلس العسكري بمحافظة حمص. ونقول إلى من يتحدث باسم الجيش الحر في الخارج أن يحضر إلى الداخل السوري ليشاركنا في العمل على رد العدوان عن أبناء شعبنا قبل فوات الأوان. المجد لشهدائنا، عاشت سوريا حرة أبية.